السلام عليكم، أهلا مرحبا بكم مشاهدينا الكرام. سعداء جدا أن نلقاكم في العدد رقم 9 من برنامج في التسعين، عدد سنخصصه طبعا للحديث عن الخرجة الإفريقية لنوادينا. شبيبة القبائل تنهزم والشباب أيضا ينهزم في انتظار خرجة اتحاد العاصمة، ولكن حظوظ نوادينا تبقى قائمة في ظل النتائج المسجلة في المجموعات الثلاث. الجولة 18 من الرابطة المحترفة الأولى ستكون تحت المجهر في هذا العدد، أجمل الأهداف ورق النوستالجيا حاضرة أيضا في هذا العدد كما قلت رقم 9 من برنامج في التسعين. عدد أسعد فيه بتواجد نجم المحللين أمين عودية، أهلا مرحبا. مرحبا أخي الكريم، ككل مرة أسرور بتواجدي معك ومع الزملاء، تحية طيبة لمشاهدينا الكرام. على الميسرة نجم وعلى الميمنة نجم وأنيق آخر إبراهيم زفور، مرحبا. مساء الخير كريم، مساء الخير لكل المشاهدين الكرام. والبرنامج ايضا مثل ما تعودتم مساء الخير طبعا ابراهيم، لا يحلو من دونك محمد جمال، اهلا مرحبا وانت اهلا وسهلا. تحضر اوراقك هكذا؟ حضرها جاهزه. مرحبا اهلا وسهلا ابراهيم، مرحبا بك. مسكريني جاهز لا مازال؟ مرحبا مسكريني. اهلا وسهلا كريم، جمهورنا الرياضي متابعي قنوات التلفزيون الجزائري، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته، ونبدا على بركه الله مع الحدث. الحدث إذن هو كأس رابطة أبطال إفريقيا وكأس الكاف. البداية ستكون طبعا بفريق شباب الوزداد الذي انهزم أمام نادي المريخ، هي الهزيمة الثانية تواليا. قبل أن ندخل في التحليل الفني، كيف هي الوضعية في المجموعة جمال من حيث النقاط والاحتمالات؟ طبعا نبدأ بشباب الوزداد، الوضعية لحد الآن في الحقيقة هو كان في مركز أحسن لولا الخسارتين المتتاليتين لشباب الوزداد في المركز الثالث بثلاث نقاط فقط بعد خسارتين، واحدة أمام ترجي وترجي وأخرى أمام المريخ. عاود رجع المريخ إلى المركز الثاني بأربع نقاط، ترجي بتسع نقاط بعد فوز في المباراة الأخيرة أمام الزمالك. شباب الوزداد في المنتصف لم يكن بالصورة التي كنا نأمل أن تكون، خاصة بعد الفوز اللي عاد به من الزمالك والتعثر والخسارة الأولى ثم الثانية. في المنتصف ليس من ناحية الفنية حسابي مازال، ولكن من ناحية الفنية هل باستطاعة شباب الوزداد أن يعود إلى البطولة ويستطيع أن يتأهل؟ بالنسبة لشباب القبائل نفس الشيء. نفس الشباب شباب نعم. طرحت أو تسألت فنيا وسنجد إجابة فنية. أخذر. فقط نقول بأنه هدف واحد سجله شباب الوزداد من ضربة جزاء بكرة ثابتة في ثلاث مباريات. هل فنيا قادر شباب الوزداد أن يعود حتى وإن كان حسابيا ما زال في السباق؟ أحيانا في كرة القدم من الجميل أنك من دون انتظار تمرر الكرة. طبعا أنا من دون أن أرولها ومن دون أستقبلها أمرر لأمين عودي. كريم أدعي فخرا أنني كنت لاعب في كرة القدم وكنت نعرف اللعب الكرة. الحدث نرى أيضا في كرة القدم تسارع الأحداث بين المقابلة التي جمعت شباب الوزداد ضد الترجي التونسي، أين انهزم فريق شباب الوزداد بعدها ينهزم أيضا في مباراة أمس. فلهذا يجب أن نتكلم من جانب المعنوي، هل هذه المقابلة سوف تضر بشباب الوزداد وباستراتيجية التي قام بها خاصة المدرب نبيل الكوكي مع لاعبيه الذين أتوا بعد الشان؟ فممكن أن هناك أسئلة تطرح نفسها، هل اللاعبين الذين لعبوا دورة الشان ممكن ينعكس أدائهم فوق أرضية الميدان خاصة من جانب البدني؟ لما رأيت مباراة أمس تسألت أنه فيه باس دو فورم، فيه بعض ريتم المقابلات من مقابلة إلى أخرى ويتليها مباريات الدوري الجزائري، نتساءل هل سوف اللاعبين الذين أدوا دورة الشان يكونون في أوج عطائهم للعب المباريات القادمة. فيما يخص المباراة التي جمعت شباب الوزداد، رأينا أن شباب الوزداد كانت فيه هجوميا كان موجود، أدم عليه خاصة في الشوط الأول، كانت له ضربة جزاء الخبير التحكيم هو الذي سوف يتكلم عليها بعد قليل، ولكن نتساءل في كل مرة
رأينا شباب الوزداد ليس شباب الوزداد الذي لعب مباراة الأولى وليس شباب الوزداد الذي لعب مباراة الترجي. لماذا؟ يجب تسجيل أهداف في مقابلة أين الخلل؟ الخلل الآن موجود في نقولها صراحة في هجوم شباب الوزداد منظومة الهجومية. والآن نتساءل أيضا رأينا أنه ليس نحن بل مناصرين وهم يتكلمون بعاطفة وبعفوية يتساءلون منذ بداية الموسم على القاطرة الأمامية. والآن نتساءل نحن كمحللين هل القاطرة الأمامية تستطيع أن تخرج شباب بلوزداد هجوميا في هذه الدورة إلى بر الأمان؟ رأينا في مباراة الترجي لو سجل من لا يجب أن يخفى عليك الأخ كريم أنك لما تلعب بتلك الطريقة التي لعب بها شباب بلوزداد وتسجل منذ الوهدة الأولى تصبح مباريات أخرى. الآن شباب بلوزداد لا أريد أن أتكلم على دخول الشك في نفس اللاعبين ولكن مباراة متتاليتين انهزامين في دور المجموعات صعب. هناك تساؤلات سوف نجيب عليها في هذه الحصة. طبعا براين زافور تسجل هدف واحد فقط من ضربة جزاء وأنت الذي بدأت المشوار بفوز خارج الديار تنازم داخل الديار. كوكي كان يريد الوثبة في ليبيا أمام المريخ السوداني. ماذا حدث بالضبط لشباب الوزداد؟ والله كريم ضربة جزاء يعني داخل في كرة القدم داخل في مباراة. نظن شباب الوزداد قام بالأهم في المباراة الأولى وندخل يعني بطولة بقوة لكن في المباراة الثانية نقص الفعالية نقص الانسجام خاصة ما عرفش كيفاش يسير المباراة لأنه في وقت يعني وقت فراغ يعني تلقى هدف وإن كان يعني شفناه يعني كان مسيطر على المباراة كانت الفرص كانت موجودة كان قادر يسجل. نقص الفعالية هي اللي كانت السبب الأول بالنسبة لشباب الوزداد. محمد جمال تكلم الأسبوع الماضي وإن قال أنه في كأس إفريقيا لو ما تفوزش يعني ما لازمش يعني تنهزم تخسر. فوز أو تعادل ما لازمش تخسر خاصة داخل الديار. يعني الشباب كان مطالب حتى ونو يعني بالتعادل كان يعني كانت نقطة إيجابية بالنسبة لشباب الوزداد لأنه رجع بفوز خارج ديار. نظن هذا الانهزام خلى يعني من الناحية المعنوية انخفضت نوعا ما المعنويات حتى ونو شفنا يعني أمس في المباراة يعني كان قادر يعني يرجع بنتيجة إيجابية لكن دائما نقص الفعالية وخاصة شباب الوزداد حاليا ما يعرفش يسير المباراة تاعه في كأس إفريقيا. يعني التسيير سيء بالنسبة لأطوار المباراة سواء في أوقات القوة أو في أوقات الضعف. شفنا دائما يعني جزئيات هي اللي تسبب يعني في إقصاء شباب يعني ما تخليش يروح أبعد حد في كأس إفريقيا أو حتى أنه يطمح للتتويج. الخلل أمين عودية هل في خيارة المدرب نبيل الكوكي أم في التعداد بحد ذاته بالنظر إلى أن وامبا لا يسجل بالكيفية التي يجب أن يسجل بالنظر إلى التنشيط الهجومي أين الخلل في نظرك؟ أنا أؤمن بالعمل كفريق سواء لأن العمل متكامل بين طاقم فني ولاعبين. مسؤولية الجميع؟ مسؤولية الجميع لأن في كرة القدم إبراهيم له الخبرة ما يكفي كل حضور لهم الخبرة ما يكفي أنه في كرة القدم الكل يكمل بعضه الآخر. فلهذا الآن قلت لك أتساءل لأنه في بداية الموسم جمهور شباب الوزداد أظن أنه يعرف كرة القدم ويعرف كرة القدم جيدا. هذا لأنه في ملعب 20 أوت كانوا رموز وكانوا لاعبين كبار وكانت لهم الفرصة أن رأوا هذه الرموز بأم عينهم. فلهذا منذ بداية الموسم رأينا الشباب جمهور شباب الوزداد في كل مرة يتكلم على القاطرة الأمامية وبأن هناك نقص وكانوا يضغطون في كل مرة على الرئيس المقيل بالحاج ويضغطون على في كل مرة على المدرب نبيل كوكي طريقة لعب 4-4-2 ربما لا تناسب إمكانيات اللاعبين ولا حتى جودة اللاعبين الموجودة داخل التشكيلة. فلهذا الآن أمام نجد أنفسنا أمام هاجز ربما إقصاء شباب الوزداد في هذه الدورة الذي يعول على كل كان مجزما أن شباب الوزداد له من الخبرة ما يكفي بعد المناسبات المتتالية التي كان فيها في ربع النهائي. والآن ربما رأينا خسارتين متتاليتين سوف تؤثر معنويا ولكن ربما خبرة أيضا اللاعبين وتجربة نبيل كوكي لأن كانت له الفرصة وين درب أندية كبيرة وكانت لي الفرصة أني لعبت ضده في 2015 نصف نهائي تشامبيونز ليغ ضد كان معها أيامها في الهلال السوداني
فلهذا هو مطالب الآن بإيجاد الحلول خاصة على المستوى الهجومي. رأينا ضد الترجي التونسي شباب الوزداد صنع في أكثر من فرصة ولم يسجل. إبراهيم زافور تكلم على التفاصيل الصغيرة، وفي مباريات مثل هذه التفاصيل الصغيرة هي التي تصنع الفارق. جمال، نستمع إلى نبيل الكوكي، وبعد ذلك أريد أن تعلق على تصريحات نبيل الكوكي بعد نهاية المباراة. نتابع سويا. الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. قدر الله ما شاء فعل. اليوم مش نحكي عن المقابلة فنيا، وبعد نرجع للأمور الأخرى الإكسترا تيرا اللي شفناها اليوم. معناها بالنسبة لنا احنا أكيد جدا، وأنه إذا كان ضيع في مباراة، معناها كما ذا مباراة الترجي التونسي ضيعنا أهداف. المرة هذه كيف تقريبا في الشوط الأولاني عندنا زوزة وثلاثة فرص، معناها في الستة مترو، معناها تسجل يزمك تسجل. الشوط الثاني كيف عندنا زوزة وثلاثة فرص زادة كيف كنا نجموا نسجلوا منهم أهداف، ما تسجلش أكيد جدا باش تقبل. ضرب الجزاء مشكوك تنشوفوها من بعد، ومن بعد لعبت في الإكسترا تيران زادة كان، معناها كانت برشا أمور. اليوم شفنا دو بينالتي ما فهم حتى شيء، معناها ما فهم حتى شيء، منهم واحدة حملها بيده الأربيت، واحدة عنقها الكرة الأولى، عنقها المرة الأولى وعنقها المرة الثانية. أنا شفنا هذا التحكيم في إفريقيا، لازمنا نحن نتعاملوا معاه، كنحط كورة في الشبكة، ولكن زاد كيف ولما أنت تلعب ومعناها دو بينالتي كما كاين حيملك أكيد جدا، وأنا باش يتعبوك. ولكن اليوم مازلنا حيين، عندنا دو ماتش دوميسيل وماتش الإكستيريور، ماتش مباراة العودة. إذا كان نحبوا نتأهلوا نجيبوا ستة نقاط في زوج ماتشات الجايين، ومن بعد أون فافوار شنو اللي يصير، ومن بعد نمشيو نيغوسيو الماتشون الآخرين. ولكن إذا كان منحبوا نتعداو نجيبوا 6 بوان في الزوج ماتش الزوج ماتشات الجايين اللي تلعبوا على أرضية ميدانا، بنسبة كبيرة نتعداو إن شاء الله. التصريح إذن كان لصفحة رسمية لنادي فريق شباب بلوزداد. كيف تعلق محمد جمال على تصريحات نبيل كوكي؟ احترامي للمدرب نبيل كوكي، وهو أعلم بفريقه، ولكن أنا كمتفرج كإعلامي وكإعلامي وكمتفرج نتابع الأندية الجزائرية في يتكلم عن الفرص الضائعة. ما هو الحل بالنسبة لهذه الفرص الضائعة بالنسبة للكوكي في شباب بلوزداد؟ وهو يتكلم عن هذه النقطة منذ بداية الموسم تقريبا، ما تكلموش على البطولة الوطنية، تكلموا على رابطة الأبطال، هذه الأولى. ثانيا ربما خبير التحكيم موجود هنا باش يكلمنا على حقيقة الموضوع بالنسبة لركلات الجزاء لشباب بلوزداد، ممكن تكون واحدة أنت أعلم وأدرى، تكلم عنها بعد قليل. كاين نقطة مهمة جدا كريم، وهي لونشينمون في المباريات نتاع الأندية الجزائرية. لا فريق لحد الآن في الأندية الجزائرية عنده لونشينمون أو الاستمرار والفوزين متتاليين بالضبط. صح، فزت في الزمالك ما شاء الله 3 نقاط، نذكر بأنه هذه هي أضعف نسخة للزمالك في رابطة الأبطال، أضعف نسخة للزمالك، وأنتم تعرفوا واش راه اليوم في الأيام الأخيرة بالنسبة للزمالك. جيت للترجي، شخصية كبيرة الترجي في رابطة الأبطال، من المفروض أنه شباب بلوزداد يكون حاضر ويفوز أو على الأقل ما يخسرش. بعد ذلك كانت هناك فرصة أخرى في المريخ وفي ليبيا، من المفروض أنك تلعب من أجل أن تفوز وتعوض الخسارة التي كانت أمام الترجي التونسي. ماذا حدث؟ حدث خسارة، خسارتين متتاليتين. أنا مع الكوكي كيقول ما زلنا على قيد الحياة. نعم، ما زال شباب بلوزداد حسابيا على قيد الحياة. فنيا هل هو قادر أن يربح المباراتين القادمتين ويتأهل إلى الدور الثاني؟ ننتظر التأكيد إن شاء الله. يتمكن من إيجاد الحلول لتجاوز هذا الأمر والتأهل في هذه المجموعة. محمد زكريني، كلام كثير قيل عن التحكيم في هذه المباراة. نبيل الكوكي يتحدث عن ضربتي جزاء حرمة منها فريق شباب بلوزداد، أنت الذي شاهدت المباراة ماذا يمكن أن تقول؟ لا نقول بكل صحة، نبدأ بضرب الجزاء تاع فريق فريق المريخ السوداني. فضرب الجزاء صحيحة شرعية للفريق السوداني، هذه مفروغ منها. توجد هناك ضربة جزاء صحيحة لشباب بلوزداد. ما هي ضربة الجزاء؟ ضربة الجزاء اللي ما احتسبهاش هو للحكم أنها يد الارتكاز، برا أو بيان مان سيبور. وش معناتها مان سيبور؟ معناتها اللاعب كي يطيح على يده. نعم، لعب ارتكاز. القانون فيه 3 حالات، لما يجي راح يسقط، قبل ما يسقط وتقيس الكرة لا وجود لضرب الجزاء، لما يسقط في الأرض وتقيس الكرة ما كاش ضرب جزاء بشرط أن تكون. والحالة الثالثة لما ينهض من وتقيس الكرة ما كاش، ولكن تكون فيرتيكال
اليد فيرتيكال. ماذا فعل اللاعب تاع المريخ السوداني؟ سحب الكرة، يده كانت هكذا، وهي القانون يقول لازم تكون هكذا فيرتيكالمون، هي كانت هكذا يعني. وزيد لا كومبريونسيون تاع الفوتبول، وماذا تقول؟ ان الكره متجهه نحو المرمى، وين كانت الكره؟ ما راح ني هكذا ني هكذا، متجهه نحو المرمى. هو كي هو زوج دار، لما راح تيدو هكذا سحب الكره ولات الكره. هنا كانت هناك ضربه جزاء شرعيه صحيحه لا غبار عليها لشباب الوزداد. ما عدا هذه ضربه الجزاء نقولها بكل صراحة لا وجود لضربات جزاء أخرى. هذه قد تكون لأن هذه هي قبل ما كانت ما سجل الفريق المريخ السوداني، كانت قد تغير تقلب كل المجريات، تقلب كل لما تفتح باب التسجيل تقلب كل المعطيات. كانت هناك ضربة جزاء صحيحة لشباب الوزداد، بوبو تراولي المالي لم يعلن عنها. اتفقنا محمد زكي. نذهب مباشرة جمال إلى المجموعة الخاصة بشبيبة القبائل، كيف هي المعطيات بعد هزيمة شبيبة القبائل اليوم؟ ما زال شبيبة القبائل في المركز الأول مع بيترو أتليتيكو اللي عاد في المركز الأول بأربع نقاط لكل فريق. فيتا كلوب اليوم رجع هو الآخر إلى الحياة بعد ما فاز على شبيبة القبائل. الوداد في المركز الأخير ولكن بمباراة متأخرة لكل من فيتا كلوب والوداد البيضاوي، لا ننسى هناك مباراة متأخرة بين الفريقين لم تلعب. وبالتالي في هذه المجموعة كل شيء ممكن في انتظار الجولة الرابعة والخامسة. نزيد نقول نفس الشيء بالنسبة لشبيبة القبائل، وراهي لونشيلمون، وراهي لونشيلمون في المباريات نتاع شبيبة القبائل مثل ما هو الحال بالنسبة لشباب الوزداد. هذا هو الشيء الذي من المفروض أن يكون موجود عند الأندية الجزائرية، أنك تفوز في مباراة بطولية بكل شجاعة وكسبت 3 نقاط ونهيت المباراة بطريقة رائعة، بعد ذلك تسافر إلى خارج الجزائر وتخسر. ولكن أنا نذكر بالنسبة لشيئين مهمين لشبيبة القبائل، ظروف المباراة كانت قاسية جدا. نعم. أنا نقول الحقيقة اليوم هي أنه الكاف عليه أن ينتبه إلى هذه الحالة التي تجري عليها مباراة رابطة الأبطال وكأس الكاف. 37 درجة حرارة اليوم في المباراة على الملعب، زائد الرطوبة العالية جدا، زائد أرضية الميدان، توقيت المباراة الساعة الثانية، يعني ظروف المباراة لم تكن في الحقيقة أو ربما لم تكن جيدة أو مقبولة للفريق الأخير. اتفقنا. نعم. لونشيلمون أيضا بالنسبة لشبيبة القبائل، فالأمر يحتاج المباراة الخامسة. هو شبيبة القبائل دائما يفوز في الحقيقة، حتى أنه فاز على فيتا كلوب وتوج عليه في 81 برابطة الأبطال. أول إذن نعم، أول نظن بأنه شبيبة أيضا ما زال عندها حظ لأنها ما زالت تستقبل مرتين في الجزائر، فبالتالي ممكن جدا أنها تكون في الدور الثاني. وأحيانا إبراهيم شبيبة تلوم نفسها للفرص اللي ضيعتها في الشوط الأول. صحيح. مباراة بوجهين مختلفين، بماذا تفسر ذلك؟ يعني في بعض الأحيان يعني تدخل بطولة إفريقية ما عندكش يعني اللاعبين يعني مش ممتازين أو يعني الكمية أو عدد اللاعبين، لأنك عندك حسب تصريحات المدرب بيقولك عندي 20 لاعب يعني راني نستعمل فيهم في كل الحالات. قدرش تلعب بطولة وتلعب كأس الجزائر وتلعب يعني كأس إفريقيا بعشرين لاعب وبمستويات متفاوتة، يعني مستويات متفاوتة. يعني هنا تحول من كأس إفريقيا إلى كأس الجزائر ثم من كأس الجزائر إلى كأس إفريقيا من الصعب كثير، حتى أنه تحول من كأس إفريقيا إلى البطولة نفس الشيء. يعني هنا ما عندكش الوقت الكافي باش تحضر المباريات تاعك كما لازم الحال، لكن ليس بعشرين لاعب. هنا المشكلة راهو في التعداد، يعني في الانتدابات أو في تعداد الفريق اللي راهو ناقص. يعني ما تقدرش تلعب يعني كأس الأبطال يعني إفريقيا بعشرين لاعب وعشرين لاعب، يعني كل مرة أنك تغير تقريبا تشكيلة كاملة يعني بالمقارنة بكأس كأس الجمهورية. هذا شيء عادي لأنك عندك مباراة. أنا بالنسبة لي كريم شبيبة اليوم يعني كانت قادرة أنها يعني تسمح في كأس إفريقيا، يعني تلعب بفريق ثاني يعني وتفكر في البطولة أكثر، لأنه الوضعية في البطولة هي اللي تهم اليوم شبيبة القبائل، ما تهمهاش كأس إفريقيا أو كأس الجمهورية، تهمها الوضعية اللي راهي في كأس يعني في البطولة الجزائرية.
يمكن هذا اللي... لكن في اسم شباب قبالة صاد إفريقي ما كريم ماكش كريم راني معاك لا لا أنا معاك يعني اسمك اسم شبيبة القبائل أو بتاريخها بألقابها كبيرة على كل يعني كل الناس لكن كاين يعني في حاجة اللي لازم واحد ما ينساهاش لأنه يعني اليوم شبيبة القبائل راهي في وضعية يعني بالنسبه لك البقاء اهم من كاس رابطه طيب. انا بالنسبه لي البطوله أوكي. اهم لانه المرتبه أوكي. اللي راهي تتواجد فيها خاصه مع تراكم المباريات لازم واحد لازم يفكر في تراكم المباريات يعني المتاخره في البطوله فعلا. اليوم اللي راهم يلعبوا على البقاء او يعني تفادي السقوط راهم يلعبوا يعني تقريبا كل اسبوع راهم يلعبوا مباريات تاعهم وهم يربحوا فيها النقاط اليوم شبيبه القبائل نقدروا نقولوا انه المشكل راهو في التعداد اللي يمكن ما خلاهمش اليوم يحضروا المباراه يعني 100% بالنسبه ل اوكي داني استمع لراي امين اودير ربما لديه رؤيه اخرى بما انه ما مرت عليه الشبيبه اختلاف رحمه هكذا بما أنه ما مرت عليه الشبيبة في مرحلة الذهاب رأينا والكل العام والخاص يعلم أن الشبيبة تمر بفترة فراغ رهيبة في البطولة الجزائرية انتدبت مدرب جديد قام بعمل مع هذا اللاعبين في الفترة اللي فاتت والآن دخل بقوة وربح ضد الوداد البيضاوي وتعادل خارج الديار يعني أربع نقاط أن اللاعبين الشبيبة احتكاكهم بالمستوى الإفريقي وهو أحسن بكثير من مستوى البطولة الجزائرية سوف يسمح لهم بأن يؤدوا في البطولة فلهذا ربما أوافق الرأي الأخ إبراهيم 20 لاعب كثير عملية التدوير مليحة خاصة في كأس الجزائر وأنا مع إبراهيم في رأيه لما يقول يجب التفكير في البطولة لأن شبيبة القبائل ملزمة على البقاء في دور المحترفين ولكن احتكاكهم بهذا المستوى العالي سوف يمكنهم بمقارعة المباريات التي سوف تسمح لهم بضمان البقاء فلهذا مشاركة الشبيبة في كأس رابطة أبطال إفريقيا هي نعمة وليست نقمة ولكن على المدرب أن يعرف كيف يوظف كل هذا في المرحلة الثانية من البطولة أنا ما شاركوش الرأي هذا اختلاف رحمة أبراهيم أنا ما شاركوش الرأي أنا ما شاركوش الرأي يعني أهم شيء بالنسبة للنادي هو ضمان البقاء لأنه الكاس عندك وقت ولكن لا يستطيع أن يسمح في تاريخ الشبيبة لا يسمح كيف يعمل يقصي نفسه راني معاك أنا تكلمت على 20 لاعب يعني نقص تعداد ما قلت لكش أنه راهو في التدوير لاعبين نقص تعداد هو المشكل الأساسي بالنسبة لشبيبة القبائل لأنه لو كان عندك تعداد ثري كنت قادر أنك تبعث 15 لاعب يروح يلعب كأس إفريقيا وتلعب البطولة تاعك بلاعبين اللي أكحطهم أساسيين انت بتخوف تراكم المباريات المتاخره بالدرجه الاولى وتعداد نقص سوف نرى هذا عمل الطاقم الفني وسوف نرى كيف بامكانه توظيف كل هذا في المرحله الثانيه من البطولة. يلا ذكريني تحكيمي وانت تبتسم لا ابتسم لان ابراهيم عنده الحق حوار رياضيين وحوار لاعبين سابقين في الشبيبة ماشي غلط لا نجاوب ابراهيم ونجاوبنا لو تسال جمهور شبيبة القبائل قل له هل تريد كاس افريقيا ام تريد البقاء في القسم المحترف الاول ماذا يريد يقول لك أنا نلعب البقاء لو خسرنا مباراة الوداد بالنسبة للجمهور صعب جدا أن يجرى ما خسرت مقابلة الوداد أنت كي هضرت أنا ما خليني نجاوبك تفضل وأنت قلت الاحتكاك أنا معك الاحتكاك للمستوى العالي ولكن ربحوا مع الوداد البيضاوي احتكاك عالي ولكن هزموا مع صفاء الخميس ولكن غير تشكيل غير تشكيل أسبوع غير تشكيل تحكيمي سرعة لأننا سنذهب إلى اتحاد العاصمة غير تشكيل يعني انت شبيبة القبائل لعبت بتشكيلة ثانية راك في المحترف الاول مبدئيا المفروض ان اللاعبين اللي يكونوا في شبيبة القبائل كلهم اساسيين ولكن جل الاندية الجزائرية خرجت على مع فرق ايضا المفروض يكون عندك 20 ولا 27 لاعب المفروض انهم كلهم قادرين تعتمد عليهم يوم يدخلوا يلعبوا بما انك جبتهم ولعبت لهم ليسونس لعبت مع فريق اقل منك مستوى ابراهيم خساره شبيبه القبائل ضد سكاف في صفاء الخميس
ليس هذا يعني أنه اللاعبين ليس لهم مستوى، لأنه لو نتكلم على المستوى أنا ممكن أيضا نقول لك أنه مغنية ربحت اتحاد العاصمة ضد لاعبين لحقوا فينا نهائي الشهر. هذا لا يعني أنه مستوى المستوى المستوى اللاعبين يعني بقول نتكلم على التحول من كأس إفريقيا لكأس الجمهورية، تلعب مستوى عالي لازم لك حتى أسبوع بسرعة لأنه الوقت يمر بسرعة. تفضل. أظن بأنه ربما التوقيت غير مناسب بالنسبة لشبيبة القبائل أن تلعب على جبهتين، واحدة صعبة وسيئة والأخرى مثيرة وشيقة، وعليها أن تختار، ربما التوقيت غير مناسب. ولكن أنا في نهاية المطاف فهمت إبراهيم زافور التحول حتى شبيبة القبائل لما كانت تفوز بكأس الكاف وتنهز وتحتفل وبعد ذلك مباراة مواليف البطولة تخسرها. كنا نفوز يعني بال نزل من السحاب لم ليس سهلا كنا نفوز يعني بالكأس يعني الأسبوع يعني القادم لعبنا مرتين مع رائد القبة نهزمنا مرتين فعلا. يلا الحديث شيء خاصة لما يكون هكذا بين لاعبين سابقين لنفس الفريق. نذهب مباشرة إلى كأس الكاف، كيف هي الوضعية محمد جمال الخاصة ب طبعا مجموعة اتحاد العاصمة قبل مباراة هذا الأحد؟ نتكلم عن اتحاد العاصمة عينون على المركز الأول إن شاء الله، عينون على المركز الأول لأنه الفوز على المتصدي الماريومو من غالانتس من جنوب إفريقيا معناه الصدارة، هذا مهم جدا، وهذا في تصريح ايضا لبن شيخه نستمع اليه مبادره الوسط. يلا نستمع اذا الى المقطع الاول من تصريح المدرب عبد الحق بن شيخه في الندوه الصحفيه. محترفين وكاين الامكانيات اللي موجوده باش تاع الاسترجاع، وكاين جروب، كاين الوقت اللي لعبوا لاعبين واحد اخرين يعني دخلوا باش نديروا تغييرات يعني تاع في المباريات. لازم يكون عند تعداد كبير، تعداد قد روحه يعني بالنسبه للافكتيف. نحاولوا باش كل مره نحاولوا باش نبدلوا لي بوست تاع دو جوار، نبدلوا اللاعبين باش هذا هو لا سول سوليسيون اللي نقدروا نديروها، هي تحلي بالصبر. لازم نصبروا على رواحنا، نعرفوا روحنا بلي نوسوم دي بروفيسيونال، احنا محترفين والمهنه تاعنا هي كره قدم. الامور واضحه بالنسبه نفس الامور التعداد وكيفيه تسير المجموعه. نعم لانه مهم الفوز، الرياضه مهمه، ولكن او تكلم مثل ما قال ابراهيم على التعداد وهو امر مهم جدا بالنسبه لاتحاد الجزائر. أو ماريمو في نفس الوضع لشبيبة القبائل مهدد بالسقوط في جنوب إفريقيا، ولكن يتألق في الكاف. هذه حلاوة كرة القدم. طبعا معناه يقدر يكون تشابه، والكرة هي هكذا، أنت مثير محلي لسه على ما يرام إفريقيا، أنت متعلق. إن شاء الله كل التوفيق والنجاح إن شاء الله. نستمع إلى التصريح الثاني لعبد الحق بن شيخة دائما في الندوة الصحفية. فريق هذا اللي راح نلعبه معه فريق عنده الاكسبيريونس بزاف، يعني عنده دي جوار اكسبيريمونتي، عندهم لاعبين مخضرمين لا مويان داج تاعهم راهي 31 سنه، هادو 36 لعاب، في 36 لعاب فيهم لا مويان داج 31، عندهم 19 لعاب بين 30 و 38 بين 30 سنه و 38 سنه، 19 لعاب يعني دون بار نقولوا مليحة نمشيو بالوقت بالك يعياو هادو كبار، دوطر بار عندهم الخبرة. فهمت كاين ديلام، كاين تفكير، لازم ماشي هكذاك يعني نحكيو بالعاطفة وكلش، رانا نربحو الدنيا كاملة نربحوها، حتى كوب دوروب نربحو، كأس أوروبا ماشي كأس إفريقيا. طبعا عبد الحق بن شيخة يتحدث على أن المنافس فريق يملك لاعبين مخضرمين عندهم خبرة، ويتحدث أيضا عن الواقعية. أمين حقيقة المدرب الكفء هو الذي يعرف كيف يوظف لاعبيه فوق أرضية الميدان، والذي يعرف كيف يوظف لاعبيه طيلة الأسبوع لكي يكون في يوم المباراة في أفضل حالته. فلهذا عبد الحق بن شيخة له من الخبرة ما يكفي، مثله مثل نبيل الكوكي، ولكن نحن نريد كل شيء وكل شيء بعجالة. المنافس اللي تكلم عليه يقول لك بين 31 من حالة البدنية لفريق اتحاد العاصمة،
معدل السن في اتحاد العاصمة صغير بكثير، ولكن توجد الخبرة مثل ما تكلم في مباراة كرة القدم، ليس بدنيا فقط، تقنيا وبدنيا وخبرة وتجربة. لو نعود لمباراة الشبيبة في مباراة اليوم، لو سجل الهدف الأول فقط تكون مباراة أخرى، ممكن أنه غدا منافس اتحاد العاصمة من نصف فرصة يسجل عليك هدف، لأنه لاعبيه يتمتعون بالخبرة الكافية اللي تسمح لهم باش يغير نتيجة المباراة. فلهذا العامل البدني يكمل العامل التقني، والعامل التقني يكمل خبرة الميادين فوق أرضية. اتفقنا. نستمع للتصريح الثالث للمدرب عبد الحق بن شيخة، ثم يعلق عليه إبراهيم زافور. قليلة، ماذا بيه يكونوا أكثر؟ ماذا بينا يجيو ونعدوهم باش نفرحوهم، نعدوهم باش نتقاتلوا في التيران، نعدوهم باش نكونوا في المستوى؟ وربي كريم، لازم نكونوا بوزيتيف ولازم نكونوا رياليست. تكون بوزيتيف في تفكيرك وتكون رياليست، ما يضربكش الهبال تبدا تفكر في 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 حوايج اللي ما تقدرش عليهم. يجيو ان شاء الله بقوه ونفرحوهم ان شاء الله وربي كريم. كاس افريقيا، وانت الذي تعرف قيمه حضور الجماهير واللي تصنع الفرق دوما برايما. اكيد دائما يعني الجمهور كان سند بالنسبه لكل يعني الانديه سواء الجزائريه او خاصه يعني المناصر الجزائري نعرفه يعني بوفائه لكل أندية يعني الأندية. نظن اليوم عبد الحق يعني تكلم على حضور الجمهور، لكن تكلم أيضا على الواقعية، يعني لازم يسير المباراة، ما لازمش أنه يعني يترك يعني المجال للخصم. نظن بحضور الجمهور يمكن يعني اتحاد العاصمة عنده الإمكانيات باش يعني يفوت في المرتبة الأولى، ويتسمح له يعني يضمن تقريبا يعني تأهل للدور المقبل إن شاء الله. ذكرني تحكيميا. ورباعي التحكيم من دولة تشاد الشقيقة بقيادة الحكم ألو محمد، كان هنا في دورة شان وحكم هنا في دورة شان، يساعده كل من عيسى يحيى الحكم مساعد الأول، مساعد الثاني بنقولة عيسى، والحكم الرابع بوسري أرمي الفريد. حكم أدار من كل الحكام تاع الكاف الآن هم من الحكام الشباب، انطلقوا من دورة الجزائر من شان الذي احتضنته الجزائر، يعني جيل جديد من الحكام. اتفقنا. نذهب مباشرة إلى رابطة المحترف الأولى بعد الفاصل. المباراة الأولى التي نبدأ بها طبعا هذا العدد خاصة بتنقل شباب قسنطينة إلى هلال شلغوم العيد، مباراة مثيرة. الهلال يحقق النقطة الثانية له هذا الموسم، والشباب يفوت فرصة تقلص الفارق عن الرائد شباب الوزداد. نتابع سويا ملخص المباراة من عود. فوت عناصر شباب قسنطين على فريقهم فرصة تعميق الفارق عن أقرب الملاحقين، واكتفوا بالتعادل أمام متديل الترتيب هلال شلغوم العيد. بدأ الشباب ضاغطا ومهاجما دون خلق فرص قابلة للتهديف أمام شجاعة أشبال الهلال. في الدقيقة 28 وقع دفاع شلغوم العيد في المحظور بارتكابه خطأ داخل منطقة العمليات. الحكم يمنح سياسي ضربة جزاء أخفق خالدي في ترجمتها إلى هدف أمام براعة الحارس الزقرهر. تضييع ركلة الجزاء زاد الضغط على زملاء بليلي، فيما وصل الحارس الزقرهر التألق فيما تبقى من وقت الشوط الأول الذي انتهى بالتعادل السلبي. مع بداية الشوط الثاني تعرض حارس شباب قسنطينة فاس بوكريت إلى إصابة خطيرة على مستوى الكتف. بعدها سنشاهد اتجاها واحدا وهو مرمى المحليين في غياب دائم للفرص بين التسرع وبين سوء تموقع اللاعبين في أحيان أخرى. وأمام الضغط الكبير لشباب قسنطينة يتحصل مرة أخرى على ضربة جزاء نفذها المدافع مداني بنجاح ويمنح التقدم للسياسي. هلال شلغوم العيد لم يغامر كثيرا في الهجوم، رغم ذلك تمكن حمري من تعديل النتيجة برأسية من الركنية باغتت الحارس البديل عابد، ويمنح فريقه ثاني نقطة منذ بداية الموسم.
ثاني نقطة بعد المباراة كلام كبير قيل في محيط فريق شباب قسنطينة، حديث عن استقالة المدرب خير الدين ماضوي، وحديث عن رفض إدارة شباب قسنطينة رفض هذه الاستقالة. لمعرفة آخر تفاصيل هذه القضية يتعلق بين المدير الرياضي لفريق شباب قسنطينة السيد محمد بو الحبيب، أهلا مرحبا سي محمد. أهلا مرحبا، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مباشرة، ما حقيقة كل ما يقال بخصوص استقالة خير الدين ماضوي ورفض الإدارة لها؟ ببساطة بعد المقابلة لما مشيت لغرفة تغيير الملابس السيد ماضوي كان استقال شفهيا، قدمني استقالة شفهية فقط، وانا يعني جاوبته مباشرة بأن الاستقالة مرفوضة جملة وتفصيل. والجمهور القسنطيني تقلق شوية بعد الإقصاء من الكأس وبعد ذلك هذا التعثر، هل تطمئنه وكيف ترى وضعية الشباب بعد هذا الأسبوع؟ شوف، الجمهور من حقه بأي حرية التعبير تاعو، ممكن يعني بعد مقابلة كما هذه والله بعد نتيجة ما تكون نتيجة سلبية، طبعا الجمهور خاصة أنه بان بلي الفريق تاع شرهوم العيد ما حقق حتى نتيجة في الوقت. المهم في القضية هذه احنا يا الجمهور نحترموا الرأي تاعه، ولكن الإدارة عندها مشروع المتطور المدى المتوسط والمدى البعيد، مش حنا نريبوا مشروع احنا كامل على جال نتيجة تاع مقابلة. كل الفرق تعمل عندها نتائج سلبية، كل فرق عندها تعثرات بغض النظر على المنافس، لأنه كرة القدم ما فيهاش ماهيش علم دقيق، ثم تقدر تخسر مع أي فريق وتقدر تربح أي فريق. فعلا، هل أنت متأكد من إقناع خير الدين ماضوي سي بو الحبيب؟ لا لا، مش قادر تنقنع ولا ما نقنعوش سيد خير الدين ماضوي. ماضوي به الطاقم تاعو مازال مرتبطين بعقد ينتهي في شهر 7 من السنة هذه، والإدارة ما عندهاش يعني ما تفوتش في الحوايج هذو، يعني لازم يشرف العقد تاعو بالطاقم تاعو، هذا ما كان ما عندهاش حاجة خلاف. إن شاء الله، شكرا لك. ما تنساش باللي احنا يا سيد ماضوي عنده نتائج إيجابية في مرحلة الذهاب، ونخلصنا ثانيا ب 29 نقطة. اليوم مازالت أمامنا مرحلة كاملة، مرحلة العودة، احنا اليوم فضلنا في الجولة الثالثة فقط من مرحلة العودة. فعلا. دونك احنا متمسكين بالطاقم الفني تاعنا، هو اللي دار الشغل كامل من الصعيد هذه اليوم، لازم يكمل الشغل تاعو وحنا نحميوه من كل الجوانب. شكرا لك سي بو الحبيب على هذا التواصل، وبالتوفيق لك ولشباب قسنطينة. محمد جمال، كيف تعلق على هذه المباراة التي كانت مثيرة؟ كانت خيبة أمل كبيرة بالنسبة لشباب قسنطينة حقيقة، والتداعيات موجودة اليوم، لكن سمعنا الخبر اليقين أو التصريح اليقين بالنسبة للمدير الرياضي لشباب قسنطينة، إلى شلغوم العيد بالرديف تمكن من أن يتعادل مع شباب قسنطينة، هي النقطة الثانية بعد الأولى التي كانت بتاريخ 3/9/2022 أمام أولمبي شلف في النقطة الأولى. النقطة الثانية على حساب شباب قسنطينة، ولكن نظن بأنه هذا الأمر ممكن أن يكون يحدث في كرة القدم يخلف خيبة أمل، ولكن على المدير الإدارة أن تتعامل بموضوعية. تحكي من سكريني. نعم، الحكم السيد عنتر، الحكم شاب يعني بمساعدة السيد سراج حكم دولي مساعد، والمساعدة كذلك وهاب أسماء فريال مساعدة دولية، وين شفنا كان حالتين تحكيميتين، ضربتي جزاء، واحدة ضيعوها، واحدة ضيعت، واحدة سجلت. الضربة الأولى هي الاثنين لمستين، واحدة إلى بري لوريسك، أنا هاوليك اللاعب هذا أنا طلع يده للسما، شوف يده، هذا الضربة الجزاء الثانية. يعني بكل صراحة ضربة صحيحة شرعية، اليد فوق الكتف، طلع يده. والأولى ثاني لبري لوريسك راح لم يكن وكيد جدا في زوج الأخرى اللي أنا ضيعوها، ضربتي جزاء صحيحتين. اتفقنا زكريني. نذهب مباشرة إلى مباراة أتلتيك بارادو مع جمعية شلف، مباراة كانت مجنونة أمينة حقيقة، سيناريو غريب جدا، نشاهد سويا الأهداف الأربعة التي سجلت في هذه المباراة، بعد ذلك النقاش سيكون في البلاطو. سويبا مر، سويبا تقدم، جوبا كيف تصديدة قوية، أوه
بشكل رائع. سبدبد هنا قرر، هنا سبدبد هنا اعتمد على نفسه، هنا ماذا فعل؟ وضعت ليسو في المقدمة يا سويبا، زنزني من استعادها ومن أنهاها ووضعها في شباكهم، إنه سويبا. انطلاق للباك على الجهة اليمنى، هل من محاولة؟ هل من فرصة؟ التوسعة خطيرة بالرأس، هي يا سروقي هي، خطفها سولا، وزعها سولا برأسية وضعها القناص. زروقي مروان في شباك ليسو، واحد واحد من قبل السوكو، يوزعها داخل منطقة الجزاء، المتابعة بالرأس من الدفاع، عادت من جديد، فرصة كبيرة في الشباك، فعلوها فعلوها فعلوها. وقمن، هل أنت يا توفيق؟ هل أنت يا عدادي؟ هل أنت يا بوصوف؟ عدو دي مروعك، مروعك يا عدادي، الأولمبيش الفاوي يرفض الخسارة، يعادل. جنون الكرة بكل بساطة كان حاضرا في هذه المباراة آمنة حقيقة، أهداف جميلة، حتى الحكم قدم عليه في هذه المباراة. من دون أن أطرح سؤال سكريني خلاص جاوبني، ما عندك شروق من الحالة، ترك مبدأ الأفضلية للاعب سويبا في سجل هدف وتحسب له بطبيعة الحال. نعم، سبتو خاصة في ترك مبدأ الأفضلية، والحسابات كانت معقدة اليوم برايمة، كانت معقدة يعني، أولمبيش ليفلي كان يبحث على الانتصار الأول خارج ديار، وكان قادر يعني يرجع، وكلاهما مهددين بالسقوط، كلاهما يعني مهدد بالسقوط. لكن الشيء الملاحظ أنه أتلتيك بارادو يعني غير طريقة اللعب، مش نشوفه يعني اللعب الأكاديمي، وأولمبيش يبحث عن النتائج لأنه مهدد بال، أولمبيش ليفلي يعني هو اللي كان سباق في المباراة بالسقوط. يعني كان هو السباق يعني كان أخطر من أتلتيك بارادو، يمكن ما عرفش يسير المباراة باش يحافظ على النتيجة، لكن ردة فعل أتلتيك كانت قوية يعني بتسجيله هدفين، حتى أنه ردة فعل يعني في الدقائق الأخيرة أيضا من أولمبيش ليفلي، يعني كانت مباراة مفتوحة على كل احتمالات، لكن شفنا مباراة شيخة خاصة في الشوط الثاني. وهدف سويبا جمال كيف تصفه؟ رائع جدا، بعنوان ممتاز يعني، من الأهداف النادرة في 90 من الأهداف النادرة، ولكن قال إبراهيم ردة فعل قوية للبارادو، ما ننساش أيضا ردة فعل أولمبيش ليفلي بعمراني اللي حضر لاعبين في نهاية المباراة، وهذه نقطة أيضا، بطاقات حمراء للاعبين وعد النتيجه بثمانيه لاعبين على ارضيه الميدان، ولكن في المقابل انك تعود بنقطه وتخسر للاعبين، هذه الحالات الانضباطيه هذه من الناحيه المعنويه يعني. حتى السيد هدف سويبا، اين تكمل جماليته امين؟ تكمل جماليته حطها في 90 بكل بساطه، بكل بساطه مهاجم يعني حركه مهاجم حركه مهاجم يعني مقابل يعني الكره وشباك، الحركه كانت قويه جدا. اتفقنا، نكتفي بهذا الصور إذن يزيد، لنذهب مباشرة إلى الحالات التحكيمية والجدل الكبير الذي كان على أرضية الميدان. ولكن قبل الحديث عن حالة زكريني، تثبت قط حمراء بزاف شوية لفريقين يلعبان من أجل ماشي بزاف الحكم، ما باش ما تفهمنيش، ماشي من حقك انت تتكلم تسال وانا نجاوب، ما عنديش مشكله، لا حتى لا تذهب الى زاويه وجهه اخرى، خلينا نعرف كيفاش تواصل نختم معك، ما عنديش مشكله، اسال ما تريد وانا هنا لاجيب ما اريد. شاهدنا ثلاث حالات طرد في هذه المباراه. نعم، قبل ما نهضروا على الطرد نهضروا على التحكيم. لا لأن الصور ستكون جاهزة بعد لحظة، نهضروا على التحكيم بصفة عامة. احنا شفنا المباراة، كل الناس قالت مباراة جنونية، كانت كرة قدم بكل صراحة، كان اندفاع بدني، كانت أهداف، كان الشيء في مباراة كرة قدم. ماذا تريد؟ أن تكون هناك حكم لا قراراته لا تؤثر على نتيجة المباراة، هذا هو الأهم في المباراة. كما شفنا هدف، تعال شوف الصور، أعطينا صور هنايا أولمبيش ليفلي
طلبوا بأن الهدف في وضعية تسلل. خلي أين هو التسلل؟ لا يوجد. لا يوجد. أين هو التسلل؟ هدف صحيح. لماذا الاحتجاج من عند النساخ أولا وتبدأ راحوا للمساعد راحوا لاحتجاج؟ أعلاه تحتج. لماذا؟ قائد الفريق هو الأول يحتج. لما قائد الفريق يحتج هو الأول. لما كل اللاعبين يروحوا له. هنا شوف. هنا ما تبلش كاميرا. عاود ولي. شوف هنا يا الرقبة تاعه تاع ظهره تبان. من قوة جبدو متري من قاشو عام هاولي كون يعني الصورة كانت على المباشر ضرب الجزاء صحيح وشرحت كل شيء مع زميلنا ليلى بطل لا اليوم جيت نشرح حاجة بل نشرح حتى حاجة على الوقت بدل الضائع باش نتفاهموا مليح زاد ست دقائق القانون واضح يقول الحكم ممنوع عليه يقول لك أموان سي مينيت لازم يزيدها ست دقائق ومن حقه يزيد فوق ست دقائق هو متى أعلن عن ضرب الجزاء في ست دقائق واثنين وثلاثين ثانية كان ممنوع عليه يلعب خمس دقائق وثلاثين بصح فوق ست دقائق هو بلك في هذوك ست دقائق كان هناك وقت بدل ضائع يزيدوا هذاك الوقت بدل ضائع وبعد يقولوا حبس المباراة في 120 ولكن يخي لما أعلن عن ضرب الجزاء تنفذ ضربة الجزاء على النهاية الاحتجاجات هذه هي اللي طولت المباراة وحتى بسطوها الحكم يضيف لما يتعلق الأمر بضربة الجزاء يزيد والقانون واضح تمديد الوقت في إعلان ضربة الجزاء الأفضلية في الهدف مبدأ أروع ما يكون كان قادر يصفر المخالفة ما يكونش مبدأ الأفضلية ترك مبدأ الأفضلية تحسن الحكم صراحة نذهب إلى فريق مولودية الجزائر الذي يجدد العهد مع الانتصارات لما استقبل الفريق الرائع كرويا أمل الأربعاء مباراة علق عليها زميلنا عبد العزيز بن سالم وقبل ذلك التغطية الخاصة لشباب قسنطينة أمام هلاش الغنائد كان زميلنا محمد صلاح بوساكر متابع سوي أيضا طاهر فتح الله طاهر لبو زكري الآن طاهر فتح الله مجددا طاهر فتح الله يبحث عن الكرة داخل منطقة الجزاء الهدف الأول يا لها من كرة ويا لها من لعبة ويا له من هدف ويا لها من براعة من جانب لاعبي مولودية الجزائر تابعوا لم تكن هناك وضعية تسلل هنا الكرة جاءت من فرحاني والهدف جاء برأسي أعتقد هارون بهذه الطريقة بهذا الشكل تخلص من الرقابة هارون لوحده من أمام بالعريبي هدف الأول بطريقة رائعة بطريقة ممتازة لعبت بشكل ممتاز أيوب عبد اللهوي ثم لبو الزكري عادت للمولودية هذا التحول الهجومي لوكيل من الجهة اليمنى هذه فرصة للمولودية وكل لوكيل يبحث عن مرور يبحث عن تقدم التصويب الهدف الثاني الهدف القادم إذن الهدف الثاني مهم جدا أنه في فترة الميركاتو يا آمين سجل وتجلب لاعبين يسجلك ثنائية ومشكل كبير الذي كانت تعاني منه المولودية هو قب هجوم بعد إصابة خاصة طريقة تسجيل هارون للهدف الأول تحسب له فرأينا كيف ضرب الكرة بالرأس وفي الأرض في كل مرة نصائح اللي نعطوها للمهاجمين هو أنك لما تضرب الكرة تضرب في الأرض في كل مرة فوغا باتخ لابال باش تكون على يقين أن الكرة تكون في الشباك سجل هدفين سواء كانت تمريرة بالرأس أيضا جميلة مولود الجزائر حقق الأهم في هذه المباراة ضد فريق يلعب كرة قدم جميلة وكانت له فرص لاحظنا تسديدة من 25 متر تفنن في التصدي لها الحارس هارد لك لفريق أمل الأربعاء وآمل أن هذا الفوز سوف يسمح لمولودية الجزائر بتنفس سعداء وأداء مباراة في القمة في المرحلة الثانية إن شاء الله خاصة محمد جمال أن التعثر في هذه المباراة تقريبا كانت نهاية الموسم بالنسبة للمولودية بعد الخروج من منافسة الكأس صحيح وبعد ثلاث مباريات دون انتصار بالنسبة للمولودية حتى في الكأس نظن بأنه ثلاث نقاط مهمة جدا للمولودية في هذه المباراة اقترب من البوديوم من المركز الثالث بثلاثين نقطة هذا أمر مهم أيضا بالنسبة للمولودية هارون أنا نظن هو واحد من أفضل اللاعبين
يعني كان في شبيبة القبائل. تتذكر هدفه من وسط الميدان؟ لا ينسى منتصف الميدان تقريبا. علق عليه محمد. صحيح. ماذا قلت عنه آنذاك؟ هارون من وسط الميدان. لا شادي الكلام، شادي الجملة اللي قالها. ما يفكرهاش دوكا. هارون من وسط الميدان. يعني أمر جميل جدا أن المولودية تعود بعد التراجع اللي كان عادز بهذه الثلاث نقاط. أما فريق يلعب كرة جيدة. اللي يتم بعد تصديه لدركلة الجزاء أمام اتحاد البسكرة أدى مباراة في القمة أيضا ضد أمل الأربعاء. صحيح. فعلا. ملاحظتك؟ يعني اللي تيم كان يعني ليه عدة تصديات خاصة في الشوط الأول وين كانت أمل الأربعاء كانت قادرة هي تكون السباقة. خطير الفريق، خطير. كان ظن فوز ثمين بالنسبة لمولودية الجزائر، يعني آخر فوز ضد اتحاد العاصمة 20 ديسمبر ظن كان مشتاق للانتصار يخليه يعني ترجع نوعا من الروح في هذا الفريق. ومن دون جدال تحكيمي هذا سكري. نعم قاموح بين أميرات عبر أبات المباركة متلفزة بدون أخطاء تحكيمية. بدون أخطاء تحكيمي. عجبني الآن سكريني بدأ يفهم أن الوقت يمشي بسرعة بدأ يختصر. هذا وقت تضيعه فيه. وسط ميدان هو يسبو هذا الوصف يسبو جدا. يلا نزيد نرفع شريط يزيد هذا مباشرة إلى مباراة وفاق سطيف أمام نجم مقرى. الوفاق أيضا بمدربه الجديد زيري بلال في أول خرج له على رأس العرض الفني الوفاق سطيفي يحقق الانتصار هدف أيضا رائع جدا من لاعب واعد اسمه غناوي. نستمتع سويا بالدرجة الأولى بالهدف الجميل الذي حتما سيدخل في التوب 10 لغناوي غيلاس. الدفاع والهجوم، الهجوم الصيفي تلعب الكرة ركنية ملعوبة. أوبا 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 أوبا. هدف أول. الحكم يقول أن هناك تسلل. ماذا قال الحكم في هذه اللقطة؟ كان هناك تسلل، التسلل كان موجود طبعا، التسلل من خثير زيتي كان موجود هنا في اللقطة. الحكم لم يتردد في رفع الراية. هنا غديري سامي يتريث معه جابو، يفضل زيتي في الجانب الأيمن. زيتي طويلة تصل إلى زعموم. ماذا يفعل زعموم؟ يحاول المراوغة بين لاعبين، يفضل العودة للخلف إلى غديري بدور من هناك لينكامبي. كامبي يستدير التسديدة. با 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 با. هدف أول، هدف أول للوفاق في المشاركة الأولى لينكامبي مع الوفاق الرياضي سطيفي. هدف من أروع ما يكون. إنكامبي صفقة الوفاق في الميركاتو الأخير، يسجل أول أهدافه مع الوفاق. يريد طبعا الاعتماد على الوسط. استدارة جميلة جدا وإرباك. شوف كيفاش لعبت بشكل ثلاثي من زعموم لغديري إلى إنكامبي نصير. استدارة جميلة وهدف أول. 1-0 لوفاق سطيف في الدقيقة 50 في انتظار القادم من زمن هذه المباراة. زعموم وليد عنده الكرة يطلبها منه إنكامبي، ولكن الدفاع عن طريق حميد. الخطأ في الدفاع، والبطاقة ستكون إن لم تكن صفراء ستكون حمراء. نعم من دون تردد البطاقة الحمراء مباشرة. إنكامبي كان يتجه صوب مرمى الحارس منفردا محظور. شوف الإعادة، كان يتجه مباشرة في مثل هذه الحالات. القانون واضح، آخر مدافع عرقلة المهاجم من قبل آخر مدافع كان يتجه مباشرة صوب الشباك وصوب المرمى منفردا بالحارس. والحكم أنس عزرين لم يتردد في منح البطاقة الحمراء لعبد الحميد إدريس. زعموم أوجابه. با 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 با. هدف من أروع ما يكون، هدف من أجمل ما يكون، هدف من أحلى ما يكون. حقيقة توقعنا عبد المؤمن جابه. غيلاس غناوي من أروع ما يكون بطريقة مثالية. بدل أن يضعها جابو، تمكن غيلاس غناوي من التوقيع عليها بطريقته الخاصة. و 2-0 للوفاق. في 90 بكل بساطة. في 90 كل الأهداف المسجلة هي في 90. جميل. فوز لزيري بيلان أول خرجة. أول خرجة عكس شهاب الليلي المدرب الأجنبي التونسي اللي خسر في المباراة الأولى. زيري بلال مدرب محلي يحقق الأهم في أول جولة، يحتسب له ونهنئه بهذا الفوز. فوز جميل بأهداف جميلة. ونجم مقرى إبراهيم بعد الفوز على مولود وهران اليوم يتعثر أمام الوفاق.
شفنا ان النجم مقرى يعني عنده صعوبات يعني خارج الديار، ماهوش يعني ماهوش يرجع بنقاط خارج الديار كثيره، لكن داخل الديار ويحاول كيفاش يفوز بالمباريات تاعو. اليوم نظن رده فعل الوفاق مع المدرب بلال يعني اللي كان يعني غني على التعريف، ما نشاهد احنا اللي نعرفوه، لكن كان لاعب سابق المنتخب واليوم راه مدرب، نتمنى له كل مدرب محلي. مدرب محلي لازم ناكد، ما حد يقول لنا كلام فيها قبل. تفضل الان، تفضل الان. فقط انه كان تصريح للرئيس، هو مفتوح للجميع، جمال تصريح للرئيس وفاق سطيف، على كل حال هو صديق سيد عبد الحكيم، صديق ولاعب قديم ايضا، ولكن هو تصريحه اللي قال انه المدرب المحلي ضعيف او شيء من هذا القبيل. لا يوجد مدربين في البطوله في الجزائر، هكذا قال. رايه يحترم، ولكن يجب على انه يجب ان يتماشى ولا يتعارض مع الحقوق الاساسيه لاحترام المدرب بلال زيري. فلهذا راينا بلال زيري في مباراه اليوم فاز اداء ونتيجه، هو مدرب محلي. وانا ايضا نحن نتكون في 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 الوقت الحالي انا وابراهيم، واستطيع ان افرق ان الناس اللي راهي تكون فينا في الاتحاد الجزائري لكره القدم لهم من الكفاءه ما يكفي لنصبح مدربين مثلنا مثل زيري بلال. فلهذا فقط ربما النتائج السلبيه لوفاق سطيف وعمليه انتقاء عبد الحكيم سرار للمدربين الذين كانوا في بدايه الموسم سواء البدري او شهاب الليلي، فهذا ربما رايه مثير بعض المال للاستغراب. راينا ان تزيري بلال نتمنى له انه يؤدي ما عليه فيما تبقى من البطوله، ويجب ان نفتخر بالمدرب المحلي وباللاعب المحلي ايضا، ونساند بعضنا البعض لاننا نتفنن في 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 انتقاد بعضنا البعض، وهذا لا يخدم بتاتا الكره الجزائريه. أرسل أعتقد وسط عندك إضافة إبراهيم سريع قبل أن نبدأ بالحالة التحكيمية. يمكن كان تصريح مباشر، يمكن ما يعني تفكيره ما كانش رايح، ربما لم يكن يقصد، لأنه أنا بالنسبة لي تصريح إهانة بالنسبة للمدرب المحلي، أنا بالنسبة لي إهانة، لكن يمكن كان تصريحه يعني عفوي، ما كانش يعني منتظر أنه يصرح مثل هذا التصريح. نذهب مباشرة للحالات التحكيمية وليد في هذه المباراة. تذكرني الحكم عزرين أنس، حكم شاب بمساعدة هاني وبروسي. شفنا المباراة يعني بكل صراحة كان تحكيم جيد. نشوفوا الحالة الأولى اللي تاع الهدف الأولى، هذا الهدف الملغى لأن كانت هناك وضعية تسلل، وراح نشوفوا الوضعية التسلل كيف كان اللاعب في وضعية التسلل في الإعادة، نشوفوا الوضعية. هنا العلامة الكاملة للمساعد السيد بروسي، المساعد الثاني السيد بروسي، يعني نشوفوا الإعادة ونشوف لاعب، شوف اللاعب الأبيض زيتي، شوف وراه القدم تاعو على تقريبا متقدم على خط المرمى، شو وضعية المساعد. تحكيم المساعد جيد جدا، علامة كاملة للمساعد، لأن هذه واحدة من الحالات الصعبة، وكان كيكون التمركز الجيد يأخذ القرار الجيد. هنا كذلك الحكم سيد أنس عزرين دوكسو، شيء واضح لاعب وحده متجه نحو المرمى بطاقة حمراء مستحقة زائد مخالفة، لأن اللاعب كان متوجها لأنوكازيون دو بوت مانيفست، هذه تستحق البطاقة الحمراء، وهو ما فعله الحكم، والعلامة الكاملة للحكم. فقط عندي إضافة فيما يخص مهاجم وفاق سطيف، يبدو أن له من الإمكانيات ما يكفي لكي يغطي هذا المنصب اللي عرف فيه مشاكل وفاق سطيف في الآونة الأخيرة. أمل أن يكون عند حسن ظن الجميع، ونحن نعلم جيدا أن أنصار وفاق سطيف أنصار يعرفون كرة قدم ويحبون الأهداف، لأنه تعاقب عليهم مهاجمين كبار على غرار يسعد بورحلي وعبد الملك زيايا أيضا. ونجم مقرى يبقى جمال فريق أيضا عنيد جدا، عنيد وشرس في كل مرة، يخلق صعوبات لكل الأندية اللي يواجهها، هو يلعب أيضا بكل قوة بكل صلابة، لا يريد أن ينهزم بسهولة، يلعب كرة يعني في الحق نظيفة لكن فيها القوة فيها الصلابة، وهذا لعب رجول يعني موجود فيه. نسينا حالة جمالة، نعم نسينا حالة تحكيمية، لا أعلم إن كانت فيها حالة، نسينا ضربة جزاء، ضربة الجزاء ضربة جزاء يحتاج ذكريني بشدة، لا ضربة الجزاء لا، لأن كان
الان ما علنهاش تقلب القيامه ونجيبوها ولا روحها كامله. هاي اللقطه هاي شوف يعني كيف العرقله واضحه المسك ومن تحت العرقله اللي شفناها وقعدنا عده مرات. الحكم وضعيته كانت جيده وقعنا ضربة جزاء شرعيه صحيحه لا غبار عليها، وشكرا للحكم على ما قدمه في هذه المباراه. نعم اذا سمحت كريم بسرعه فقط احنا نقولوا هذيك المسك تفضل سي محمد. بالنسبه واضحة للتدريب واضحه بالنسبه للتدريب اول الجمل اللي تحت في التدريب كسياسه بالنسبه للتدريب بالنسبه للجنه التقنيه الوطنيه اذا كانوا اللاعبين الدوليين السابقين من اصحاب الشغف والمهنه والعمل اللي يحبوا يكونوا مدربين ما يقدروش يكونوا مدربين لا يمكن ان نرفع من مستوى الكره الجزائريه او من مستوى المدرب المحلي. اتفقنا. نذهب إلى مباراة أخرى بين الصاعدين هذا الموسم اتحاد خشلة ومولودية البيض. المولودية عادت بنقاط ثمينة جدا وبفوز أيضا هام على حساب فريق اتحاد خشلة. زميلنا الزنيدي هو الذي حضر المباراة وأعد هذا التقرير. نحو تعثر الجولة الماضية أمام السياسي استقبل اتحاد مدينة خنشلة مولودية البيض الباحثة هي الأخرى عن العودة بنتيجة إيجابية تتجاوز بها هزيمة الصورة. فكانت بداية المباراة حذرة من الجانبين إلى غاية الدقيقة 33 لنشاهد أول فرصة حقيقية للضيوف عن طريق بالمختار في هذه التسديدة. دقيقة بعد ذلك سجلنا احتجاج لاعبي اتحاد خنشلة والطاقم الفني على الحكم بوكواسا بحجة مسك الكرة من الحارس مورسلي على مرتين ليستثمر بالمختار تمريرة خرفلة في الدقيقة 38 وبتسديدة قوية يسكن الكرة في الشباك مفتتحا مجال التهديف. ينقذ بعدها الحارس المتألق فيلالي الاتحاد من هدف ثاني بعد تسديدة بنزيد. خمس دقائق بعد بداية المرحلة الثانية فيلالي مرة أخرى ينقذ الاتحاد من هدف محقق للمهاجم حثالة. تغييرات غيز الذي لعب ورقة الهجوم لم تؤتي أكلها بالرغم من الفرص العديدة التي أتيحت لمهاجمي وحتى لمدافعي الاتحاد الذين لم يوفقوا في تجسيدها نتيجة التسرع ونقص التركيز أمام الحارس مورسلي الذي خرج بالبطاقة الحمراء في الوقت البديل بعد حصوله على الانذار الثاني بسبب التعمد في إضاعة الوقت. فوز مهم لمولودية البيض من خارج القواعد وخسارة تطرح العديد من التساؤلات داخل بيت الاتحاد. عديد التساؤلات جمال لأنه أمر مختلف بين اتحاد خشلة الذي شهدته في مرحلة الذهاب وفريق مرحلة العودة. بدأت تصعب شوية المباريات لأنه الآن مباريات العودة هي اللي تكون أصعب وأقوى وكل نقطة عندها حقها وتكون غالية ومهمة. ولكن اليوم نظن بأنه هناك المباراة كانت يعني بين الفريقين تقاسموا كانت عادلة ولكن في الأخير النتيجة عادت لمولودية البيض وهو يستحق ما دام أنه فاز. مهم جدا من ناحية المعنوية إبراهيم لمولودية البيض. مهم جدا نعم. أكيد يعني كتلعب كتكون تصارع على البقاء يعني في خارج يعني هذا يعني هذا الفوز ثمين وخاصة أنه الفوز الأول خارج الديار بالنسبة للبيض عكس يعني الخنشلة اللي كان قادر يعني لو فاز بهذه المباراة اليوم يعني تخليه يواصل بكل أريحية يعني حتى هو يعني الانهزام الثاني داخل تحكيميا سكريني ثلاثي تحكيم دولي بكواسا إبراهيم عبان ما جابوا لناش حالة تحكيمية فيه طرد تاع الحارس
ولا شفتوا باللي لعب هو اللي دار حارس لان كان داروا التبديلات فريق البيض استنفذ التنفيذه تبديلات لاعب دار طرد لا ندري قد يكون هناك لتضييع الوقت او شيء ما البطاقه الثانيه لان الدا اخذ البطاقه الثانيه ما عدا هذه البطاقه الحمراء لا وجود لحالات تحكيميه تذكر. صديقك مصطفى جاليت يا امين اليوم فوت فرصه الوصافه بعد أن تعادلت الشبيبة الاتحاد بسكرة في دربي الجنوب الشبيبة كانت متفوقة وبعد ذلك الاتحاد عدل سجل دوسي هكذا إبراهيم وعدل صيام الاتحاد بسكرة سويا هدفي المباراة طبعا قلت بعد هذا هو الهدف الأول لشبيبة الصورة دائما هكذا سجل الهدف الأول لفريق شبيبة الصورة وبعد ذلك التعديل من فريق اتحاد بالسكرة الصور وصلتنا منذ قليل فقط وفي هذه الأثناء من محطتنا الجوية بقسنطينة أو ببشارة كما قلت اليوم جاليت فوت الوصافة ورغم أن المباراة الآن صعبة لأن اتحاد بالسكرة أيضا تلعب من أجل من البقاء حقيقة بطاقة حمراء أيضا بسبب الاحتجاج طبعا هذه سنعود إليها ذكرنا أن الصور وصلتنا الآن هكذا من زملائنا بمحطة بشار كما قلت الملاحظ أيضا أن شبيبة الصورة لعبها هجومي 100% شاهدناها في كل المباريات هناك جمل تقنية وهذا يبين اجتهاد الزميل مصطفى جاليت في كل يوم ورأيناه ومعنا الآن في الدورة التكوينية يجتهد من يوم إلى آخر. شاهدنا كيف يقوم بعمل جيد في بسكرة. حقيقة. فعلا. من بسكرة فوت فرصة الفوز في المباراة الفائتة مع مولود الجزائر والآن عوض في مباراة شبيبة الصورة. ولكن يبدو بأن شبيبة الصورة هذا الموسم رقم مهم أيضا في المعادلة كالعادة الآن الكأس والبطولة أيضا. أكيد نظل اليوم رغم تضيع نقطتين شبيبة الصورة ما عودناش أنه يضيع نقاط داخل الديار يمكن يعني النقاط اللي ضيعها هو الانهزام ضد شباب بالوجداد يعني في مرحلة الذهب أول تعثر بعد هذا الانهزام يعني عنده 22 نقطة داخل الديار في 9 مباريات يعني فاز بسبع مباريات نظلنا يعني داخل الديار واليوم شفنا خاصة أننا نشوفه فيه في تحسن داخل خارج الديار أيضا بعد البداية اللي ما كانتش موفقة في بداية الموسم لكن مع مرور الوقت أنا نشوفه يعني فريق شبيبة الصورة فريق منافس طبعا سكرين لا يمكن الحديث عن الحالات التحكيمية شهدنا بطاقة حمراء وشهدنا احتجاجات ولكن سنعود لها لاحقا لأن هذا ما وصلنا للأبناء من الصور لذلك لا يمكن أن نتسارع في الحكم أبدا جمال هكذا إذن كانت المباريات التي نتائج المباريات التي لعبت إلى حد الآن نتابع سويا النتائج نذكر جمهورنا الرياضي الكريم أولا بالنتائج على النحو التالي على ضوء هذه النتائج أصبح الترتيب كالآتي في ترتيب الهدافين أو أحسن الهدافين الجديد هو أنه غلال صاحب الهدف الرائع والمتميز سجل بالمناسبة الهدف رقم 7 وأصبح في وساطة ترتيب أحسن الهدافين خلف قندوس الذي يبقى أحسن هدف إلى حد الآن رغم مغادرته للبطولة الوطنية وهو في نادي الأهلي نتابع سويا
بعد الجولة 18 أحسن هداف فيه من أهداف غريبة أمينة. 8-7 أهداف. 8 قندوسي. قندوسي. غريبة. نعم صحيح يعني. مانيش متعودين أنا أذكريني. 18. أهداف شحيحة وقليلة بالنسبة للهدافين. ما عندناش هداف صارح. حتى في الممررين أيضا أحسن ممرر عنده 5 تمريرات فقط ونشاهد سويا طبعا أحسن الممررين. كاين يدير 5 تمريرات في مباراة. أربعة تمريرات حاسمة ما في مباراة الأحد سكريني ما هي سهلة. أنا قلت حاسين عبد المليح في 18 يعني 18 مباراة. سكريني قالك أربع مباراة تمريرات حاسمة ما في مباراة واحدة. كل مباراة واحدة. في الأتريك أو قلب هجوم ويعرف. وليس دائما يعني في الحق. أنا ما قلتش دائما. مش دائما. في بعض. تسجيل الأهداف ليست مهمة المهاجمين وفقط بل مهمة جماعية. هذا يبين أنه المستوى الإجمالي لكرة القدم في الجزائر مستوى تدنى بعض الشيء مقارنة بالموسم الفارط كانت أفضل كان أفضل من حيث الأهداف والمهاجمين وأيضا صناع الأهداف. جدول الجولة القادمة نتابع سويا. ساخنون في البلاطو حول إشكالية العقم الهجومي بالدرجة الأولى في بطولتنا. رغم ذلك هالاند مهاجم في الدوري الممتاز الإنجليزي أكبر مهاجم مسجل الأهداف ومع هذا يشتكي يقول أن اللاعبين لا يجدوني في كل المباريات يريد أن يسجل أكثر. فلهذا يجب على لاعبين الوسط الميدان إيجاد المهاجمين لأنه رأينا أنه محيوس في دورة الشان 5 مقابلات 5 أهداف. مشكلة محيوس أنه زواري المتألق مشكل منظومة وليس مهاجم. أيضا زواري إصابته أثرت عليه. لكن الجودة لمين أيضا حقيقة الجودة في التمرير في إيجاد المهاجمين الدقة بالنسبة للاعبين اللي يلعبوا في الوسط أو التمريرات العرضية أو البينية أو في يعني لازم تكون الجودة. زمان كانوا أصحاب الجودة هم اللي قدموا التمريرات وما كناش نحسبوا هذه الأشياء. هذه الأشياء اللي اليوم يحسبوها التمريرات والأهداف لم تكن موجودة ولكن كانت الجودة موجودة. ومع ذلك نفتقد لهذا. ومع ذلك سكريني شاهدنا أهداف بالجملة رائعة ومتميزة يصعب اختيار 10 أهداف بدأ تخرج من القائمة أهداف جميلة. وبين أحسن يعني أهداف يعني عربيا وإفريقيا يعني صحيح. مش يعني بكل صراحة صحيح. يعني أهداف جميلة وجميلة جدا. والحيرة في البطولة كيفاش ما وصلوش 20 أهداف في جولة؟ علاش ما توصلش نتاع تسجل 20 هدف في جوله؟ ما هي الاسباب؟ ما نديش الوقت باسكو اللي انا لما كان بورحلي يلعب افون سونتر يسجل الاهداف شكون اللي كان يسربيلو؟ صحيح. في النفستيف كان ماتام كان زلقان في اتحاد العاصمة كان أشيو كان زيري كان جحنين كان أنزل المليوتير هو علي موسى في السيربي كان بختي كان باجي كان نستمتع سويا بالطوب ثان وبعد ذلك نختم البرنامج بهذا الزمن الجميل الذي كنت تتحدث عنه يا سكريني. نتابع سويا.
سؤال سريع مباشر، أي هدف ولماذا جمال؟ عبود. لماذا؟ حركة أكروباتية رائعة والمرمى بين الخلف. أمين. صعب داخل من. هدف بن يوسف لأن الكرة لم تسقط على الأرض بين التمريرة الحاسمة وتسجيل الهدف كان بطريقة رائعة. براهيم. والله نغبوا عليها يعني أنه ترويض يعني وتسديد يعني بدون يعني من تقريبا من مكانه. ذكريني كل الأهداف جميلة. لا لا أقصد الأفضل. ملال. قلت لك اختر هدفه ووصفه. ملال. ماذا أعجبك فيه؟ طريقة التسديدة وفي التسعين. أوكي، هذه أراء ودرك بأنه أراء المشاهدين أيضا والمتابعين تختلف ولكل ذوقه الخاص. إلى ركن نوستالجيا. طبعا هذه المرة فضلنا أن نتذكر سويا فريقين قدموا كرة جميلة جدا لسنوات، وكلاهما فريق في القسم الهوات وآخر ما بين الرابطات. المتعة كانت حاضرة زكريني في ملعب مصطفى شاكر بين اتحاد البوليدة ومولودية العلمة، وأنذاك إزيتشيل أدى مباراة متميزة جدا. نتابع سويا هذا الملخص بتعليق زميلنا مسعود شيشة. أميني أو إزيتشال مهداوي وقف كرة تسديدة ممتازة من زميل زموشي اتجاه إزيتشال باية سوء تفاهم كبير وخطير بين بايش وحاصل كرة طويلة اتجاه مهداوي وطابع إزيتشال شال يوقف كرة ويسدد ويسجل الهدف الأول في المباراة لفريق اتحاد البوليدة. إزيتشال بطريقة رائعة جدا. إزيتشال شوف توقيف الكرة والتسديدة القوية البعيدة عن الحارس صحراوي صالح الذي ليس له ما يفعله في هذه الكرة وفي هذه اللقطة، والمباراة تبعث من جديد. اللحظات الأخيرة صارت أسرع وأفضل من بداية المباراة. شلالي
شمس الدين يعيد الأمور في الدقيقة الأولى من الوقت البديل ويعيد النتيجة إلى بدايتها وتصبح بذلك المباراة متعادلة. شوف وضعية مناسبة بعد كرة من برنان شلالي برأسية يعدل النتيجة وهدف لهدف. الست دقائق الأخيرة عرفت توقيع هدفين. سنوسي لعبد العالي القائمة الثانية ويزيد تشالي يضيف الهدف الثاني. يزيد تشالي يضيف الهدف الثاني بعد فتحة على الجهة اليمنى مباشرة من سنوسي. يزيد تشالي يستلم الكرة في ظروف واتية ويوقع الهدف الثاني. التكهن والتنقل بحدوثها. شوف يزيد تشالي يصعد فوق الجميع ويضيف الهدف الثاني بينما في احتجاج من لاعبي مولودية العلمة على الحكم المساعد. كيف وصفت الهدف الكواليس؟ عملية سحق الكرة والمدافع. إن شاء الله اتحاد البوليدة جمل تعود إلى الواجهة والمولودية العلمة أيضا وكل اتحاد عنابة والفيروس سعيد وكل مدارس الجزائرية. يعني بريدا دي أوليفيرا البرازيلي كان راح نغطي بريدة من أجل دي أوليفيرا. نروح نغطي. سنستذكر سويا واحدة من أجمل المباريات. مولودية العلمة رابطة الأبطال ما تنساش كريم. فعلا فعلا. وفي هذا البرنامج نفضل أن نعود إلى زمن جميل ونستذكر هذه الصور الجميلة هذا الكريم. نعم. كل مدارس الكروية من كل ربع الوطن. من الشمال إلى الجنوب من الشرق إلى الغرب كل الذين شاركوا في أفراح كرة القدم الجزائرية. ضيوفي الكرام أو زملائي وأصدقائي تنازلوا عن 30 ثانية اللي بقت من هذا البرنامج لك زكريني. يلا عندك 36 مرات ثانية. تفضل زكريني. لا لأن الأسبوع هذا تاع الحكام جمعية حكام ولاية الجزائر كارفور برئاسة صالح بن عيدن نظموا حفل تكريم على قدماء لاعبين قدماء حكام اللي غادرون الدار الأخيرة واللي راهم اللي غادروا مجال التحكيم في المدة الأخيرة. كرموهم داروا لهم حفل في القبة يعطيهم الصحة وبارك الله فيهم. وكذلك جمعية زيانيين لقدماء لاعبي وداد تلمسان مع قدماء حكام ولاية تلمسان راح يديروا دورة غدا مباراة تكريمية للحكم الدولي السابق ساي عبد الوهاب اللي نتمنى له إن شاء الله الشفاء العاجل ونتمنى كل السيبورتير تاع وداد تلمسان يجوا لهذا المباراة ويحضروا الحفل تكريم سي عبد الوهاب سايح وتحية كبيرة لسي عبد الوهاب. شكرا لكم. تحية لكل من لكل حكامنا ولكل لاعبينا ومدربينا السابقين. شكرا لكم سادتي على هذه الجلسة الكروية التي إن شاء الله تكون نالت إعجابكم. الشكر موصول أيضا لكل عمال الاستوديو رقم 2 بقيادة المخرج طبعا يزيد بلكوت بمساعدة إسلام مباركي طارق بوفليح في الإشراف في التنسيق كان وليد غريبية. نلقاكم بإذن الله مشاهدين الكرام في قادم المواد إلى ملتقى.